هاد السيده وقع لنا معاها مشكل نهار الجمعه. هاد السيده جات باش تاخذ واحد الخدمه من الباب الخلفي ديال الفندق اللي قانوني كيجي ياخذ الخدمه من الباب، كانت هي قانونيه وعندها الوثائق اللي فيهم سميه الزبون، خاصها تاخذ نورمالمون الخدمه من باب الرئيسي ديال الفندق. هاد السيده كدير تحايل لدرجه ان الزبون بتطاول مع الفندق خداو الخدمه من الباب الخلفي. انا غنوريكم منين، من الباب الخلفي اللي كتدخل منه ديال ليفريزون ديال العمال، اللي كتدخل منه الخضره، اللي كتدخل منه مواد غذائيه، من تما خداو الخدمه. احنا فهمنا ان الخدمه غتخدم اللور، مشينا علمنا البوليس، قلنا لهم هاد السيده جايه تسرق خدمه من باب الخلفي ديال الفندق. هاد السيده هي ضحيه ديال الفندق. هاد السيده فعلا عندها شركه، فعلا عندها سيارات ديالها، فعلا الخدمه ديالها لا علاقه لها مع الخدمه ديالنا، ولكن ما يمكنش تجي للخدمه ديالنا. هاد السيده طمعت في خدمه ديال مسافه ديال 5 كيلومتر من وسط مدينه الدار البيضاء المرو كومول. هاد السيده كنا كانت غاده بالخدمه المطار محمد خامس او خارج مدينه الدار البيضاء، حنا متفقين هاد الخدمه. هاد السيده ولات طامعه حتى في الخدمه ديال 100 درهم ديال 70 درهم. هاد السيده ما عندناش معاها مشكل هي كمراه، بالعكس حنا كنتشرفوا ولنا الشرف تكون معنا اختنا مراه شريفه عفيفه كدير خدمه الحلال، ولكن اللي بغى يجي للدار يجي لها من الباب، ما يجيش من الشرجم. هاد السيده جات من الشرجم وكذبات على الاذاعه ديالكم، وكذبات على المجتمع المدني، وكذبات على المراه، وكذبات على الامن. لان السيده كتقول لك انا ما عرفتش طوموبيلتي علاش مشات ليا، الامن ما وضحش ليا. ماشي المره الاولى ولا المره الثانيه ولا المره الثالثه، عندنا معها عده مشكل. لان السيده هي استثمرت فلوس صحيحه في هذا الفندق باش يبقاو يعطيوها الخدمات ديال خارج مدينه الدار البيضاء وديال داخل مدينه الدار البيضاء. هاد السيده باغا تاخذ كل شيء وما باغا تخلي والو. حنا قلنا لها طبقي دفتر التحملات، طبقي دفتر التحملات ديال النقل السياحي وخذي الخدمه اللي قدك، جي ديكلاري خدمه، خذي الخدمه عن طريق وكاله الاصفار كما هو معمول به في دفتر التحملات ديال النقل السري. خذي الخدمه عن طريق وكاله الاصفار وتكون عندك خدمه مسبقه وعند القوانين ديالها وجي خذي الخدمه. هاد السيده كذبات على الراي العام، ما غندوزوهاش ليها. هذا هو اليوم علاش حنا اتصلنا بكم باش يكون عندنا حق الرد، باش نردوا على الاكاذيب ديال هاد السيده. كذبات على الامن، كذبات على سياره الاجره، كذبات على ان المراه ما خصهاش تكون معنا في هاد الخدمه الشريفه، كذبات على المجتمع المدني، كذبات على القضاء، ما راضياش بالقضاء لان دازت معنا عند وكيل جلاله الملك عده مرات، مقدمه بشكايات لا لينا حنا المهنيين، مقدمه بنا الشكايات وما راضياش، ما راضياش حتى بالمحاضر ديال الشرطه القضائيه، ما راضياش بهم. كدار معنا كدير معنا محاضر ومن بعد ما كترضاش بالمحاضر وكتمشي كدير شكايات عند وكيل جلاله الملك. وعندنا ما يثبت على هذه السيده. اللي غادي نقول لكم ان الخدمه تخدات من الباب الخلفي ديال الفندق، ما تخدات من الباب الرئيسي، تخدات الخدمه من الباب الخلفي. ها هو كاين ما يثبت. شد سيدي الله يستر عليك. هي اللي كتقول خاصنا نشجعوا على السياحه المغربيه، مرحبا، نشجعوا على السياحه المغربيه. الخدمه من باب الفندق المطار محمد الخامس 300 درهم. عندنا ما يثبت ان الخدمه تباعت في الفندق بتطاول مع الفندق ب 700 درهم. امتى غادي نشجعوا احنا بالسياحه المغربيه؟ هذه غاده ب 700 درهم مسافه ديال 20 كيلومتر او 25 كيلومتر ما كتعداهاش، من وسط مدينه الدار البيضاء المطار محمد الخامس غاديين ب 700 درهم. الزبون ضحيه وهي ضحيه، وحنا اللي امام فندق اللي كنوقفوا عده ساعات في انتظار زبون في اتجاه مطار محمد الخامس او مدن المجاوره السياحيه، كتجي هي بتطاول مع الفندق لانها حاطه واحد الكوسيون غليظ للفندق. مزيانه لا لا، مرحبا بك، ولكن تكون عندك الجراه ك
كيف تاخذ الخدمه من وكالات الاصفار تمشي طبعها عند مندوب ديال وزاره السياحه وتاخذي القوانين ديالك وكتقولي كتخلصي الضريبه. اش من ضريبه هاد السيده كتخلص؟ الى الخدمه كدوز في النوار ما مسرحش بها. ملي كيسرحوا هما بالخدمه عند مندوب ديال وزاره السياحه كيخلصوا على الضريبه اللي كتقول لك انا كنخلص الضريبه. الخدمات كلها كدوز في النوار هنا بدون تصريح مسبق عند المندوب وزاره السياحه. اذا حنا اليوم جينا كنكذبوا وبالدليل ها 700 درهم هالخدمه غاده من الخلف ديال الفندق ما كتخرجش من الباب. وهاد دفتر التحملات ديالهم دفتر التحملات ديالهم اللي فيه البنود خاصها تاخذ الخدمه عن طريق وكاله الاصفار. هادشي ما منوش وما كاينش وما بغاوش يديروه. بركنا مع السيد المدير ديال الفندق بارسيلو عده مرات اللي هو كيدعي بانه من حقه يدير واحد العقده مع هاد السيده اللي هي ربه شركه النقل السياحي اللي هي ماشي من حقه اللي هي ممنوعه ومعروفه. وكذلك بالنسبه ليها هي كدوز تاخذ الخدمه بدون حاسيب ولا رقيب. وزاد كملت هذا الاسبوع هذا بهذاك اللايف اللي كانت قالت المغلوط اللي غلطت فيه الراي العام والامن الوطني وغيرت فيه حتى الوكيل اللي كتغلط حتى في الراي العام واخذ الزبائن من الباب الخلفي ديال الفندق اللي هو ممنوع عليها منعين كليا. هاد السيده هادي الوطيل بالنسبه للمدير ديال الفندق الغى مع هذيك الكونترا بسبب المشاكل اللي كانت وقعت عده مشاكل واحد ثلاث سنوات. اللي لغى معها العقده بقات عندها علاقه كتربطها ما بين المسؤولين ديال الفندق هما اللي موهمينها وكيعطوها الخدمه ديال سياره الاجره. الاخوان هنايا ما كيخلوهاش تمشي رغم ما بغات تبغي تهز واحد الخدمه كيعيطوا على رجل ديال الامن وكيطبق معها القانون. النازيو الامن ملي كيطبقوا معها القانون ما بقاتش باغا تخدع المسطره ديال واحد الشرطه القضائيه. يعني هذا اختلال كبير كتعملوا وكتغلط الراي العام كتقول لهم انا مراه وبغيت نستمر. وهذا واش لا يعقل بان هذه بعدا كيقولوا منافسه شريفه؟ هذه غير شريفه.